السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم، هذه الشاشة مونيتور شاشة حاسوب بها مشكل. فتحت الشاشة وجدت المصفط الخاص بدائرة الإضاءة محترق، استبدلته، أقلعت الشاشة بدون إضاءة، اكتشفت بأن حتى الآي سي المذبذب حتى هو تالف، لا يخرج موجة مذبذبة، والآي سي المذبذب جاء مدموج في داخل هذا المعالج هذا. إذن لحل هذا المشكل وجب استبدال هذا المعالج، أنا ليس متوفر عندي، فبالتالي سألتجئ إلى حل بديل، وهو بتركيب هذا الدرايفر ليد. هذا أخذته من لوحة تلفزيون صيني، قمت بتقطيعه على هذا الشكل. للإشارة، هذه الشاشة تشتغل ب 14 فولت. الآن سأقوم بدمج هذا الدرايفر في هذه الشاشة، فتابعوا أصدقائي. إذن هذه هي دائرة الإضاءة، تتكون من آي سي مذبذب، مصفت ترانزستور، دايود، وكويل مكتف. الدائرة فهي رافعة للجهد، تأخذ جهد المصدر وترفعه على حسب احتياج الحمل. إذن أول شيء علينا أن ننتبه له قبل تركيب هذه الدائرة هو هذا الآي سي، هذا تغذيته، هذه البينات علينا أن نعرف التغذية، بين التغذية، وأيضا بين الخاص بعملية التشغيل on off، تشغيل والإيقاف. طبعا هذا هو جهد المصدر أو الدخل، وطبعا الخرج فهو معروف، هذا هو. إذن سأخذ داتا شيت لهذا الآي سي لكي أحدد بين التغذية والبين الخاص بعملية on off. إذا الرقم هذا الآي سي هو OOB3350CP. إذا هذه داتا شيت الآي سي، هذه الخصائص الموجودة في الآي سي، هنا بينات الآي سي، لاحظوا بين رقم واحد هو للتغذية VN تعني فولت انبوت، وهذا الرجل رقم 8 أو البير رقم 8 هو المسؤول عن تشغيل وإيقاف هذه الدائرة. إذن هذا ما سنحتاجه، التغذية رقم 1 وبين التشغيل والإيقاف رقم 8. ولاحظوا التغذية، تغذية الآي سي، فهو يبتدئ من 8 فولت في حدود 35 فولت. إذن كما رأينا في الداتا شيت، هذا البين هو للتغذية، هذا رقم 1، البير رقم 8 لعملية on off. طبعا تغذية الآي سي من جهد المصدر، جهد المصدر هو 14 فولت. إذن سألحم هذا البين مع النقطة هذه القريبة، فهي متصلة مع الموجب، يعني جهد المصدر. وهنا الموجب الدخل، هنا السالب، سلك on off. إذن على هذا الشكل مبدئيا سأقوم بتجريب هذه الدائرة، سأغذيها ب 14 فولت ونشوف. إذن أصدقائي الدرايفر الآن جاهز، موصول ب 14 فولت، متصل مع هذه الليدات، 6 ليدات، كل ليد يشتغل ب 6 فولت. إذن سأعطي إشارة أون للدرايفر، سأستعمل هذا المالتيمتر هذه. إذن عندما يكون المالتيمتر على وضع الدايود فهو يخرج جهد بسيط في أقطاب المالتيمتر، وهذا الجهد سوف أستغله لإعطاء الدرايفر إشارة التشغيل. رأيتم الآن الليدات شغالة. إذن سأفحص جهد الخارج والدخل أيضا. الدخل لاحظوا
14 فولت تقريبا، والخرج 43 فولت. على فكرة هذا الدرايفر فهو اوتوماتيك يعني. الان جربته بمسطرة 6 ليدات، كل ليد يشتغل ب 6 فولت. ساشغله الان على مسطرة بها ليدات 3 فولت، وسوف تلاحظون بانه يضبط الجهد تلقائيا. لاحظوا الان شغال على ليدات 3 فولت. اذا سافحص الجهد، لاحظوا جهد الخارج الآن 27 فولت. على فكرة هذه المسطرة بها ليد تالف. الآن سأقوم بتركيب الدرايفر في الشاشة. إذا لاحظوا أصدقائي، هذا هو سوكيت الليدات للإشارة. هذه الليدات مقسمة إلى أربع تقسيمات، أو موجود أربع قنوات للليدات. هذه النقطة مكتوب في ليد، إذن هذا هو الموجب والسالب كل مجموعة ليد والسالب الخاص بها. لدينا أربع مجموعات، لاحظوا هذه المسارات متصلين مع الترانزستور أربعة ومتصلين مع المعالج. إذن يوجد قسم هنا خاص بالإضاءة مدموج في المعالج. إذن لقد قمت بتقطيع هذه المسارات بحيث فصل الأرضي للليدات عن المعالج. الآن سأقوم بتلحيم أو تركيب أسلاك الدرايفر. إذا لدينا هذا السلك الأحمر هو الخاص بالموجب، موجب المصدر. إذا سألحمه هنا مكان الملف أو الكويل الخاص بالدرايفر الأصلي للشاشة. إذا هنا الموجب، على هذا الشكل، والأسود هو السالب. إذا سأختار نقطة سالب، هذه هي، على هذا الشكل. الآن سألحم أسلاك خرج الدرايفر. الموجب سأوصله مع هذه النقطة على هذا الشكل، والسالب سأوصله مع سالب الليدات. هذه الأربع مسارات سأوصلهم مع بعض وألحم معهم السالب لخرج الدرايفر. إذن على هذا الشكل أصدقائي، الآن لقد انتهيت من تركيب الأسلاك. بقى لي سلك، هذا السلك الأبيض هو لعملية on off. سأختار في اللوحة النقطة فيها 3.3 فولت أو 2 فولت، وتكون يعني متزامنة مع الشاشة، بحيث عندما تنطفئ الإضاءة، عندما تشتغل الشاشة طبيعة الحال تشتغل الإضاءة. سأحاول أخذها من VCC البانيل. الآن أصدقائي بعد تركيب الدرايفر والتجريب، النتيجة الشاشة شغالة. كما تلاحظون الآن نفحص جهد الخرج، كما تلاحظون الآن 38 فولت. الدرايفر شغال بشكل طبيعي، لا سخونة ولا شيء. إذن أصدقائي كما تلاحظون هي الشاشة شغالة بشكل طبيعي.
صورة ممتازة، إضاءة واضحة طبيعية، الآن نأتي لنهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، لا تنسوني أصدقائي بالضغط على زر الإعجاب، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة، تحياتي لكم.